الأصدقاء، مساء الخير، نرحب بكم. أيها الصديقات، أيها الأصدقاء، مرحبا بكم، أجمل ترحيب في اليوم الثاني من احتفال ملتقى فلسطين الثقافي باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، وهو كما تعلمون تقليد سنوي منذ عام 2011. يسرنا اليوم أن نرحب بهذا العدد الطيب وهو جمهور الشعر المنتخب دائما. نرحب بالشاعرين خالد دجبور وعلي أبو عجمية. هذان الشاعران من جبل الخليل، وهي هذه أمر يعني كان مدار النقاش قبل قليل، لماذا لم تنجب محافظة الخليل على اتساع جغرافيتها وعلى عدد سكانها الأكبر في فلسطين حاليا إلا العدد القليل جدا من الشعراء قياسا بالمحافظات الأخرى؟ هذا سؤال رسم التداول، مش بالعدد، بالنوع. لا، هذا بالعدد. أنا فرح جدا لهذين الشاعرين، فرح جدا بأن يعني نجم من هذا الجبل الصلب هذان الشاعران المميزان، الشاعر خالد دجبور من مواليد يطا، وهذا شيء أيضا يعني يزيد الأمر. يطا التي أنجبت مقاتلين ورعاة وأصحاب مقالع حجارة، أنجبت شاعرا يرعى البرية. لفت انتباهي خالد عندما قرأت له ديوانه درويش الجبل، صحيح لفت انتباهي بشدة، وأنا فرحت جدا باكتشاف هذا الشاعر بيني وبين نفسي، وأعطيت الديوان لأشخاص كثيرين ليقرؤوه. وصحيح لم أكن أعرف حتى أنه من يطا دجبور، لأنها عشيرة واسعة تمتد في العراق وفي شرقي الأردن، ولكن عندما تقرأ ديوان خالد دجبور خاصة درويش الجبل، وثم بعد ذلك صرت أتابعه على صفحتي في الفيسبوك، يعني ظل خالد مخلصا لنفسه الشعري الخاص الذي تقريبا لا يشبه أحد. هو شاعر يتأمل في البرية وفي التاريخ، وكأن التاريخ هو مستمر وهو واحد من ممثلي هذا التاريخ العريق. أما المستوطنون فهم يمرون في صورته الشعرية مرورا عابرا، أحيانا بمثل مشهد طبيعي عابر، ولكن مشاهد الطبيعة هي أكثر استمرارا كونها جزء أصيل من هذه المنطقة. فحتى عنوان ديوانه درويش الجبل هو عنوان دال جدا على فحوى شعره وقصائده، فكلها تأمل في البرية. والذي يعرف برية يطا ربما يفهم خالد أكثر. هذه البرية التي تمتد من جبال الخليل حتى البحر الميت، وكانت تمتد حتى شمال تل عراد، وكانت في يوم الأيام مدار حرب شرسة بين أهل يطا والبدو، وسميت حرب الظلام. انتصر فيها الشيخ شحادة أبو عرام، وصار يعني تغني به النساء على الجواريش والمربطة. الشاعر الآخر طبعا خالد أصدر عددا كبيرا جدا من الكتب، وهو إضافة إلى كونه شاعرا أصدر مجموعة من الدواوين الشعر أو المجموعات الشعرية، طبعا هو يكتب قصيدة النثر المصفاة. إضافة إلى ذلك خالد كاتب للأطفال والفتيان، أصدر عددا كبيرا بشكل لافت الصحيح من كتب الأطفال ومن كتب الفتيان، وأغلب أعماله فازت بجوائز مرموقة من مؤسسات تعنى بأدب الطفل في الخليج العربي وخاصة في الشارقة. له ما لا يقل عن 12 عملا في هذا الحقل. طبعا أظنه يعمل في التدريس، صحيح يا خالد؟ وهو خريج جامعة الخليل وعمل فترة في الخليج العربي. من أعماله صدر له الحصول على الرغيف كاملا، مجموعة قصصية للكبار 84، درويش الجبل شعر في بيروت عام 2016، 24 قصة قصيرة دار الأهلية عمان،
كرنين أجناس بعيدة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، شعر للكبار طبعا. أغنيات العصافير، شعر أطفال، فاز بالمركز الأول في مسابقات إنجاز مريم بنت أو فاطمة بنت هزام لشعر الطفل العربي. قرون الكباش، قصة للأطفال، أيضا فازت بالجائزة نفسها. العصفورة الخرساء، قصة طويلة للأطفال، فازت بالمركز الأول في المسابقة التربوية الثامنة لجمعية المعلمين بالشارقة. رسمت في كراستي، مجموعة شعرية للأطفال. عصافير الندى، مجموعة شعرية للأطفال. قصة للأطفال، يمامة على شباك سماء. وأسماء الكثيرة، قصة للأطفال. النسر الأرضي، قصة طويلة للأطفال. أرض الغزلان، رواية لليافعين. الكبش الأبيض والكبش الأسود، مسرحية للأطفال، إلى آخره. هذا إنتاج خالد، وهو إنتاج كما ترون غزير، وهو يكتب للطفل بشكل يكاد يكون متخصصا، إضافة إلى كونه شاعرا من شعراء قصيدة النثر اللافتين في فلسطين وفي المشهد العربي عموما. أنا أقدم الشاعر الشاب الصديق خالد علي أبو عجمية. علي يعني أصدر حتى الآن مجموعتين شعريتين، فازت الثانية اللي هي نهايات غادرها الأبطال والقتلة بجائزة فلسطين التقديرية للإبداع الشبابي، وفي دورتها الأخيرة. ويعني صحيح أنه علي أبو عجمية يلفت الانتباه بين كل الشعراء الشباب برصانة عبارته الشعرية وامتلاكه الأداة التي تجمع بين حداثة الصورة الشعرية وكلاسيكية البناء الشعري، فهو يستطيع كتابة القصيدة الهندسية مثلما يكتب قصيدة النثر باقتدار لافت. إضافة لذلك، خالد علي أبو عجمية يكتب مقال فكري وأحيانا خواطر فكرية، صحيح أنها لافتة في عمقها وفي جرأتها. أنا أتوقع لعلي يعني مستقبلا في حقل الأدب، وأنا أتشرف بأنني أعرف علي، وأعرف والده، وأعرف جده، وأعرف جد والده. حيسن اسم سيد أبوه، عمر طويلا وكان يلاقينا ونحن أطفال ويرينا موقع رصاصة أصيب بها في الحرب العالمية الأولى، لا تزال تشكل جرحا غائرا كان الإصبع يختفي فيه، وكان يحتفظ بقواه العقلية وهو فوق 100. فهو من عائلة يعني معروفة من مغلس، لكنه سكان الخليل، وهو مهندس خريج جامعة البوليتكنيك. والده أيضا مهندس خريج جامعة إحدى الجامعات المصرية. وأظن أنه علي سيكون من الشعراء فلسطين المعدودين والمعروفين، والبدأ الآن يعني يأخذ إطلالة على المشهد الشعري العربي. نرحب بكما في ملتقى فلسطين، ونشكركم على يعني تجشم عناء المسير من جنوب فلسطين حتى رام الله. جنوب الضفة. كيف من جنوب الضفة؟ نعم، جنوب الضفة الغربية، لأنه فلسطين لسه جنوبها أكثر من هيك. كل الوطن. نحن ندعو الشاعرين أن يقرأ بالتناوب. كل واحد يقرأ ما يشاء، ثم يجلس، ثم يقرأ زميله، حتى يعني حتى الثمن. لا يعني حتى يعني كل واحد له على الأقل من ربع إلى ثلث ساعة. أعتقد إنه الجمهور جمهور يعني سميع، وهو جمهور منتخب، والذي يسمع الشعر دائما هم قلة وسيكون قلة، ولكنها قلة يعني عدد قليل وخالد، وهذا هو مصير الشعر الذي لن ينقرض ولن تتغلب عليه أي من الفنون الأخرى. شكرا جزيلا، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. تفضل أستاذ خالد. كل خير. شكرا جزيلا دكتور رحيم على ما تفضلت به من تقديم معمق. سأقرأ لكم من درويش الجبل القصيدة التي أظنها يعني تحمل شيئا من التعريف بشخصي البسيط. ليس عندي
عيون أعض عليه حين أكلمكم، لا رقة عنق تتدلى فوق صدري، لا خواتم تلمع في أصابعي، لا صور لي أتنزه فيها على ضفة نهر بعيد، لا كأس في يدي أقرعها بكؤوس ندماء غامضين، لا شيء مما يعجبكم. أنا الدرويش راعي الأشجار إن فهمتموني، أقود الغيوم إلى مصاقب أشجاري، أجر مياه الشعاب إلى بئر التي يرن فيها الجفاف، ولا أنام جيدا حين تخذلني غيوم الشتاء، أظل أفكر في أيام المطر القديمة، وطويلا أصلي طويلا وعميقا لكي يعيد الله. هذه كتكملة، يسمونني البهلول. وحدي أسمي سقيفتي صومعة، وهذا ادعائي السري الوحيد، السقيفة أقول للناس، وفي قلبي أقول الصومعة. غير ذلك فأنا متفق مع الجميع، أنا نصف مجنون ونصف ضار، أنا بهلول البراري كما يقولون، أتحدث مع كبش الغنم في الليل وأقطع صلاتي لأوبخ الحصان على صهيله الأخضر، ثم لا أعود إلى الصلاة، أنساها أياما كأن الأيام ساعات. فإن حطت حمامة في فناء الصغير هدلت لتهدل، وصليت لتصلي، وإذا دنا مني قطيع الغزلان ناديته لصلاة الجماعة، وقمت أصلي بلا ركوع أو سجود، سأقر بأني ذاهل أو مخطوف، وهم سيقرون بأن ذهولي وانخطافي صلاة. مساء الخير السادة ملتقى فلسطين الثقافي، الحضور الكريم كل بلقبه واسمه، أهلا بكم جميعا وشكرا على هذه الدعوة الكريمة. بيني وبينك هذا الوقت والضجر، بيني وبينك هذا الوقت والضجر، ناديتك انتظري روحي معلقة تشاجر الطفل عند الباب، ينتظر من شاجروه فقالوا غامض خطر، من شيعوا جسدا صلبا وينكسر، ومن كفاه ومن تاب ومن كفر. في عيد ميلادها العذري قلت لها العمر يشبه أطفالا على الثلج، إذ يكرجون سنينا بي في كرة ويركبون حصانا دونما سرجي، هل تكبرين ولا تأسى بلمس يدي أنوثة الطين والأزهار في الأوج. الخسارات، أنا المسافر أيامي لمن ذهبوا، إلى الخسارات تلك المهرها ذهب، إذ يترك الكنز للميزان كفته، ويعدل الميل من بالفأس يحتطب، ماء الزواريب يجري
والشفاء معي، والقمح والقرح والقرميد والقرب والديك أيضا غبار النوم يوقظني، وحارتي تحضن الأطفال إن هربوا، فتحت بابي لأمسي قلت أغلقه، وقلت أتعبني من بعده التعب، حتى الدوال التي كم ذقت خصرمها تسلقتني طويلا قصدها العنب. فتحت بابي لأمسي قلت أغلقه، وقلت أتعبني من بعده التعب، حتى الدوال التي كم ذقت خصرمها تسلقتني طويلا قصدها العنب. صيفي نبيذي دمي الآن أهتكه فيما نديماه الشيطان والشذب. وهم الهدايا بخار الليل، وامرأة تأتي وتجرح آه كم يجرح القصب، عشب على خصرها ينمو، وقطتها قلب صغير وفيه تكبر الندب، والحب ليس كما قالوا سيصدق أحيانا ويكذب، لا بل كله كذب. وهم الهدايا بخار الليل، وامرأة تأتي وتجرح آه كم يجرح القصب، عشب على خصرها ينمو، وقطتها قلب صغير وفيه تكبر الندب، والحب ليس كما قالوا سيصدق أحيانا ويكذب، لا بل كله كذب. أيعرف الميت من بالماء غسله، ويسأل الموت من بالقبر ما السبب؟ سيف النهار دم خيل وحمحمة، ليل ومرتجل ملك ومستلب، ماء الصحاري سراب القاع مفترس في صيده يا ابن أمي، هكذا العرب لا تهبط الأرض كي تعلو مجنحة، يبقى من الطير في أعشاشه السبب. الوحي حرب 67، الخيال طفولة الحق، الجن في الجبال، الجن في كهوف الكنعانيين في ثنايا الضلال، خرطقت الحرب سماء الليل، فاخترقنا بعشائر الجن، اختلط كلامنا بعزيزها، وتقاسمنا الخوف وثمار الصيف، تبادلنا الحكايات والهواجس، كنا نظن، كانت تظن أننا أقوياء، كنا نظن أنها لا تخاف الرصاص، وكنت أشتكي، هل يشبهون أبي وأعمامي؟ وكنت أسأل جدتي عن الجنون، هل يشبهون أبي وأعمامي؟ ألهم أعين كأعيننا؟ ألهم جدات يشبهنا؟ وهل يأكلون ويشربون مثلنا؟ كنت أسأل وأفرك عيني من النعاس، ليس من جنوني قلوب يا صغير، لا جدات لهم ولا أمهات، نم الآن كما ينام الأولاد. أنا أصاحب الرياح كثيرا عبر الفصول، وقصيدة الرياح تعبير عن امتناني لها. أنا مدين للرياح، الرياح التي تصنع الدوامات، والرياح التي ترق كالذكريات الحزينة. أنا مدين للرياح، كقطيع من الخيل تنهب الفجاج، وتأخذني معها إلى الحسرات وإلى ما يشبه المسرات. أنا مدين للرياح، من قلبها ألوح للماضي، من قلبها أشير إلى الآتي، وفي قلب قلبها
أنفض عن النعاس. أنا مدين للرياح على مناكبها أعلق أخطائي وأتركها ترفرف كالرايات. أنا مدين للرياح كلما هبت من الشمال طار قلبي ورأيت وجهك شاحبا من الأشواق. على مصطبة الحجرية تتدانى قبة النجوم ويصعد كالبخار غناء الصرارات. رأس الجبل كعبة الرياح، أنا السادن المقيم أناديك تعال أيها البعيد مع الرياح، تعال وإن كنت أجهل. شهداء لم يعبروا إلا قليلا من شقوق الطين، لم يعبروا إلا قليلا من شقوق الطين، هيا نسك شقاءنا وشقاءكم قالوا، وناموا في العراء مبللين. لم يعبروا إلا قليلا من شقوق الطين، هيا نسب شقاءنا وشقاءكم قالوا، وناموا في العراء مبللين. نحن الذين تركتمونا خلفكم خشبا مسندة وقوما آخرين. محاطا بالكأس والندماء أدلق نجما متوجا بالمراثي والنبيذ، حولي حلقات العزلة، يداني مدرجتان بالهوى والوحل، يأخذها التلويح الباذخ في هيئة الفولاذ. لا تذكر ولا تحن ولا تأسى، مشردة مع أغاني الليل ومطلقة في بهو الرقص، أحمل بها الراية المنكسة وأغني لمن تجاسر بالعراء ومن تحصن بالكلمة. ماذا تركنا للصعاليك القدامى غير أسماء وأسمال مغبرة وبيت من هوى اللذات يهدمه المبيت؟ ماذا تركنا والرسوم عميقة في النوم تدلي دلوها والماء أشقى خاطري فشقيت؟ ماذا تركنا غير أشباح ونار القدر هادئة وكل ترابنا كبريت؟